السلام عليكم. أنا حاتم زغلول، ساهمت مع زميل ليا مصري اسمه دكتور ميشيل فتوش إن احنا نقوم ببعض الاختراعات، أساسها اللي هو الـ WOFDM والتاني اللي هو الـ Multicode Direct Sequence Spread Spectrum. الاختراعين دول كان ليهم فضل رئيسي في اختراع في التكنولوجيات اللي هي الـ WiFi السريع اللي مستخدم في العالم كله دلوقتي، وفي أساس من أسس تسريع الـ 2G إلى 3G وفي الـ 4G. نبدأ القصة إن أنا تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأنا وميشيل فتوش في نفس السنة سنة 79، وكنا تعرفنا على بعض سنة 76. بعدها دخلنا الجيش مع بعض في سلاح الإشارة الدفاع الجوي، وبعد كده أنا اشتغلت في شلومبرجي من سنة من يناير 81، وأفتكر ميشيل راح كندا لتورونتو يعمل ماجستير ودكتوراه في الاتصالات. بعد سنتين وشوية في شلومبرجي قررت أني عملت فلوس كفاية أو كونت نفسي زي ما بيقولوا، اشتريت شقة وعربية وحوشت شوية فلوس، فقررت أسيب شلومبرجي وأتفسح شوية. وفي حوالي وسط 83 أو سبتمبر أغسطس 83 رحت أزور أخ ليا في كندا في كالجاري في ألبرتا، والطيارة نازلة شفت المساحة هناك والجو والحاجات دي كلها، فقلت لا ده أنا لازم إيه أقعد هنا فترة، وكنت قررت أني أرجع أدرس الفيزياء، كنت بحب الفيزياء وكنت عايز أعمل بعض الدراسات في الكوانتم ميكانيكس والفيزياء النووية. قدمت فعلا في جامعة كالجاري من تقريبا تاني يوم، وابتديت دراسة في يناير 84 اللي هي الدراسة الرسمية. عملت الماجستير في بعض القياسات عن المية Complex Permittivity of Water، وبعدين ابتديت الدكتوراه في كذا مجال، انتهت انها في الإلكتروماجنيتكس بتاعة البلازما كونفاينمنت في اللي هي الفيوجن رياكتورز، كانت يعني عن الفورس فري ماجنتيك فيلدز والاي بارلل تو بي الكتروماجنتيك ويفز. في قبل ما اخلص الدكتوراه في سنه 89 اشتغلت في شركه التليفونات اسمها تيلس في البرتا في كندا، كانت في الولايه بس اللي احنا فيها اللي هي البرتا، بعد كده تمددت وبقت شركه وطنيه في كندا كلها، او شركه يعني في كندا كلها. اشتغلت في قسم الابحاث في R&D، ويعني كان حظ موفق جدا لان هم طلبوا مني اساعدهم في تحديد التكنولوجيا اللي يختاروها في النقل من الجيل الاول للجيل الثاني من الموبايل فونز. الجيل الاول من الموبايل فونز ده كان بس عباره عن راديو اف ام، ما دخلش مصر من الاساس. اول جيل دخل مصر هو الجيل الثاني. ففي درست انا، وبعدين يعني كنت طبعا انا بعدت عن الاتصالات فتره طويله، فاستاذنت رئيسي ان ندي عقد صغير لزميلي ميشيل فتوش اللي كان بقى وصل كالجري بيدرس في الجامعه في قسم الكهرباء، وقلت له يعني عشان يساعدني ارجع لمجال الاتصالات. وفعلا اشتغلنا انا وميشيل، جزء تاني من التوفيق ان شركة التليفونات كانت شريك، وبعدين بقت المالك الوحيد لأكبر شركة للموبايل فونز في العالم ايامها، كان اسمها نوفاتيل برضو في كالجاري. نوفاتيل هي كمان كانت عايزة تقرر ايه نوع الـ2G اللي تبنيه، وشركة التليفونات كانت عايزة تبقى اول شركة في العالم تطلع الـ2G، فبرضو كانت عايزة تقرر ايه التكنولوجيا اللي تستعملها. فابتديت الدراسة، وشركة التليفونات كان فيها حوالي 24 واحد معهم دكتوراه في المجال، ودول كلهم اشتغلوا معايا في لتحديد التكنولوجيا اللي تستخدم. فأنا وميشيل قدرنا بسرعة جدا يعني في فترة أقل من 6 أشهر نعرف كل حاجة عن التكنولوجيات المقترحة للـ2G، وقررنا إن الـGSM هو أحسن التكنولوجيات، لكن ما كانش موجود أيامها، وكان اللي قبله على طول كان حاجة اسمها IS54 تلايت. دي كانت إن مثلا في الموجات اللي بتستعمل للـFM راديو بتاع الجيل الأولاني، بدل ما بنبعت واحدة هنبعت ثلاث مكالمات في نفس الوقت ديجيتال رقمي، يعني بدل ما كان قبل كده أنالوج. وفعلا الشركة عملت الكلام ده ونفذته في حوالي وسط سنة 90.
ميشيل كنت انا سالته سؤال وعلاقتي بميشيل دايما علاقه ظريفه، ان انا كنت دايما اساله اسئله في نظري غبيه، انا بس بسال سؤال عايز اعرف حاجه، وهو دايما بياخد السؤال بعمق ويرد بردود ذكيه جدا ومعقده، ومن التعقيد ده بنقدر نطلع باختراع ظريف جدا. ده الوضع مثلا في 3 أو 4 حالات. ف جبنا يعني ميشيل قدم لي اقتراح ودرسناه مع بعض ووضبناه بقى اختراع بيقلل الاخطاء اللي بتضيفها القناه على الاستقبال بتاع الموجات. فالموجه بعد ما بتسيب الانتنه بتاعه الموبايل وبتروح للانتنه بتاعه البرج بيكون حصل فيها شوشره من القناه نفسها. الشوشره دي بعضها مش ممكن يتشال حسب كتب الاتصالات، لكن ميشيل وراني ان ممكن تتشال، فبسطنا الفورمولاز او القواعد اللي هو كان حطها وفعلا شلناها ونشرنا الكلام ده وقدمنا على اختراع. وشركة اسمها روكويل طلبت مننا نحطه جوه تليفون او جوه الكمبيوتر اللي جوه التليفون، ففعلا درست الدي اس بي وحطيته جوه دي اس بي. بس اتضح ان مثلا بالتقدم اللي احنا عملناه كان مفروض التليفون يشتغل عند موجات 1000 مرة أضعف من الموجات اللي الناس التانية بتشغلوا عليها. أما طبقناه طلع أنه ما بيشتغلش إلا عند 2. طبعا زعلنا وفكرنا إيه السبب في كده. اكتشفنا أن التليفونات نفسها فيها عيوب في التصنيع، مش في التصنيع، في المواصفات، بتخليها هي اللي تحط الأخطاء دي، أخطاء أكبر من القنوات بتحطها. فبناء عليه يعني صعب أنك تشيلها، خلاص دي حاجات في التليفون هو نفسه اللي بيحطها. فزي زعلنا يومين وابتدى ميشيل يقول لي الاختراع اللي احنا عملناه ممكن يتطبق في مجال الزمني، وده اللي احنا كنا بنطبقه فيه، او في مجال الموجات او اللي هو مجال الترددات يعني. فطبعا المجال الترددات ده اللي هو الفريكوينسي دومين كان مبدا نظري بالنسبه لي. فانا كذا مره اقول له يا ميشيل ايه يعني الكلام ده نظري، وشركه التليفونات عايزاني اركز على التطبيقات في الخدمات وكده لانها شركه تليفونات. ف يعني بصراحه ما كنتش عايز ايه اشتغل معاه على الافكار دي. بعد حوالي 6 أشهر من ان هو يفضل يناديني في الاخر قال لي لا انت لازم تيجي بقى والموضوع ده مهم. ففعلا رحت معاه، وخلال نص ساعه كان شرح لي المبدا اللي هو الاو اف دي ام وعجبني جدا. وقلت له طيب ما عشان نستعمل الاختراع الاولاني بتاعنا تعال نوسع القنوات دي شويه نبعدها عن بعضها. وطلعنا بحاجه اسمها وايد باند او اف دي ام. الاو اف دي ام ببساطه هو ان مثلا بدل ما انت عندك قناه اف ام في الراديو الاف ام عند 98.2 مثلا، القناه اللي بعديها 98.4، لو ادينا القناتين دول لشخص واحد يقدر يستعمل الموجات بكثافه اعلى. بمعنى ايه؟ بدل ما هو بيسيب لازم انت تسيب 200,000 ذبذبه في الثانيه ما بين القناتين، انت تقدر تحط كل يعني تستعمل كل المسافه للمعلومات اللي انت عايزها. القناه الاف ام مش محتاجه غير 50,000 ذبذبه في الثانيه، انت بتسيب 200 يعني بتسيب 3 أضعاف نوع من عدم الاستهلاك يعني ما لهمش فايدة. فطبعا أقل الإيمان هنا إن أنت تقدر تحط 3 مرات أكتر داتا في القناة الواحدة. فالفكرة هنا أنك طبعا ما بتعملش 2، احنا في الواي فاي مثلا بيعملوا 64، فتقدر تحط عدد أكبر جدا من المعلومات أكتر من كنت اديتهم لعدد من المستهلكين. فأنت لو اديت القنوات كلها لمستهلك واحد افضل بكتير. احنا طبعا ما كانش ده الاو اف دي ام كان معروف قبلنا. اللي احنا عملناه 3 حاجات تقريبا، حطينا انك تعمل نوع من القياس للقناه فتقدر تشيل الاثار بتاعه القناه حسب اختراعنا الاولاني من الارسال او الاستقبال. ثانيا شلنا بعض الاجزاء المعقده اللي كانت هتخلي الاو اف دي ام ما يشتغلش. فشلنا الكارير والكلوك ريكفري ديفايسز، ودول بيشتغلوا ببطء، فلو انت عايز تبعت المعلومات بسرعة جدا والمدة قصيرة جدا، لو هي هتاخد ربع ثانية علشان تبدأ تشتغل ده طبعا ما ينفعش. المعلومات بتتبعت في 1 من المليون او 1 من الألف من الثانية. واخر حاجة في حاجة اسمها البيك تو افريج ريشيو، ودي احنا صلحناها بالصدفة.
وده موضوع أكلمكم عنه إن شاء الله في حلقة جاية إن شاء الله. سلام عليكم.